أربعة طلقة إلى تجنون. كيف كل مركز مركز بسون في واحد من الفكشن بس. معدل في كل مركز فكشادي مرتين في عدد القرى بالحفظ عمدات الكميات احنا بس مهندس علي احنا عندنا موضوعين هما موضوع الساعة ممنوع تعزير تماما ده موضوع منتهي. الحاجة الثانية موضوع تحديث الري لابد ان احنا نديله اهتمام. الحاجة الثالثة ان احنا عايزين نطور الارشاد الزراعي للناس وعملائنا ونشرح لهم وفي توقيت مناسب ونستخدم الاليات الافتراضية طالما عدد في مكان لتجميع السبله تحت ومكان بقى لتجميع البيض برضو شويه حديث قوي. باشمهندس اتفضل يا تعالى باشمهندس نشرح مع الوزير الفكره عامه كده عن المشروع. حضرتك عندنا هنا 6 عنابر انتاج بيض تمام مكان عن طريق حضرتك. حاليا احنا في المرحله الاوليه بدانا في المرحله الثانيه وعملت تشكيل معانا انا اقول لك ان 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 ا